أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. من صحيفة أخبار اليوم: طائرة الرواتب تصل عدن وبدء الصرف خلال أيام العيد. من صحيفة الأيام: 5 ملايين تعويض لكل أسرة فقدت قريبها في حادث معجلة بأبيان. ومن عدن تايم: طبيب في عدن يشكو المرض بعد أن عالج الأهالي ل40 عام. وأخيرا من القدس العربي: إطلاق اسم الرئيس الأمريكي السابق على نملة. أهلا بكم. عيد الأضحى باليمن فرح غيبته الحرب، هذا ما صدر به موقع يمن مونيتور صفحاته الرئيسية وقال: عيد جديد يطرق الأبواب مضيفا عبئا آخر على كاهل شعب لم تعد تمنحه الأفراح إلا حزنا مضاعفا. فبالإضافة إلى ما يعيشه المواطن اليمني من وضع مأساوي جراء الحرب الدائرة رحاها منذ عامين ونيف، تلهى انقطاع رواتب الموظفين منذ ما يقارب العام لتبقيهم شريحة عاجزة عن الوفاء بأبسط التزاماتها. وأضاف الموقع أن فرحة المواطن اليمني بالعيد تتوقف مثل قضية صرف المرتبات التي زادت من تفاقم الوضع وجعلت الشعب يعيش بين سندان تحالف الحرب الداخلية الحوثي وصالح بطرفي والمتصارعين مؤخرا ومطرقة الحكومة المعترف بها دوليا. يتحدث ليمن مونيتور أحد موظفي القطاع الخاص بصنعاء قائلا: لم أسافر منذ عامين إلى القرية لزيارة أقاربي نظرا للوضع المادي الصعب الذي أعيشه، ولم أعد قادرا على تحمل نفقات السفر وتكاليف الزيارات وأكتفي بالبقاء داخل المنزل مع أطفالي وزوجتي. تتواصل حملة مكافحة الإرهاب وملاحقة الخلايا الإرهابية في تعز، ووفقا لموقع المشاهد نت فإن الحملة الأمنية بتعز تلقي القبض على مجموعات إرهابية. قال القائم بأعمال مدير أمن تعز العقيد محمد المحمودي إن الحملة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية حاليا تمكنت من إلقاء القبض على بعض المجموعات الإرهابية وعدد آخر من المطلوبين أمنيا، بعضهم متهمون بعمليات قتل عمد لمواطنين خلال الفترة الماضية. وقال المحمودي للمشاهد أن الحملة الأمنية التي بدأت قبل أسابيع وتشارك فيها إلى جانب القوات الأمنية وإحداث من كافة الألوية العسكرية في المحافظة ستستمر وأنها لن تتوقف حتى تستكمل كافة أهدافها، والمتمثلة بالقبض على كافة العناصر الإرهابية وكل من يقوم بإقلاق السكينة العامة أو يمارس جريمة إرهاب الناس أو يعتدي عليهم وعلى ممتلكاتهم. وعن أسباب توسع عمليات الاغتيالات داخل المدينة يقول المحمودي إن أغلب أسباب توسع نشاط الجماعات الإرهابية بتعز تعود إلى عدم قدرة الشباب وأسرهم على تلبية احتياجاتهم المعيشية، فيضطرون إلى الانخراط في صفوف تلك الجماعات. لا أسوأ من أن يكون اليأس الخيار الأخير، ولا أصعب مما نواجهه سوى فقدان الأمل. حين تغمرك الفوضى ابحث عن أعلى نقطة ممكنة للوقوف والنظر. هكذا بدأ جمال أنعم مقاله المنشور في المصدر أونلاين، مضيفا في بعض فقرات المقال: نحيا أسوأ كوابيسنا على الإطلاق، جرت بنا الريح بعيدا عن المسار، طوحت بنا في الأرجاء بلا وطن، كل شيء باعث على التشاؤم، داع للقنوط، سيما لمن اعتادوا التعامل مع أنفسهم كضحايا، فقدوا الرجاء في ذواتهم، وكفوا عن أن يكونوا أحراراً مسؤولين عن تقرير مصائرهم وأقدارهم، ومجابهة كل أشكال العسف والطغيان، رافضين الخضوع والرضوخ للمهانة والإذلال. الأزمات والشدائد تختبر الكبار، أولئك الذين تمر بهم العوادي، وهم وقوف في غاية الصلابة والثبات، بهم تتشبث الأوطان. تعلمنا الأيام أن نحذر أدواء القهر، أن نعاود تفحص أجهزة السلامة داخلنا، أن نعمل على تحديث دفاعاتنا وتدعيم مقاومتنا وتحصين ذواتنا ووعينا من كل الاختراقات المدمرة. 3 عقود من المقت والضغينة وعدم الرضا والتعايش مع الأكاذيب والصراخ والشكوى والسقوط في الفاقة والعبث. ما الذي يمكن أن ينجم عن كل ذلك؟
لا أظن شيئا غير هذا الذي نرى ونسمع، غير هذا الجحيم المستعر، غير هذا الذي نعيشه لعنة ملازمة تشعرنا بالخجل من الوجود. ليس من السهل أن تخترع صورة جميلة في واقع بشع كهذا. من الصعب على متقدي الشعور الوصول، غالبا ما تلجأ إلى عمل تسويات ولو مؤقتة مع ما تواجهه من فجور وقطاعات. جل ما تفعله محاولتك ألا تكره ذاتك، ألا تسمح للبشاعات بتدمير إنسانيتك وجمالك وفروسيتك، ألا تدع القبح يسكنك بأكثر ما يسكن الواقع، ألا تترك نفسك هدفا سهلا للضعف والتهاوي والسقوط في الخزي والعار. هناك أمل، وبين من الصحة ما يفوق الاعتلال. هناك أمل ما دام هناك آملون وحالمون لا يكفون عن الأمل والعمل والصبر والمقاومة والصمود. أعود إلى كل لحظة حية وإن بعدت، متشبثا بالروح وبالأمل، مغالبا اليأس بإرادة وطن كبير حر مقاوم يخوض معاركه المؤجلة بيقين الظافر المنتصر. أحد الأطباء المعروفين في عدن والذي عمل لما يزيد عن 40 عاما في معالجة أهالي المدينة يرقد الآن في المستشفى. ووفقا لموقع عدن تايم، فإن الدكتور أحمد حسين بلال من كبار الاختصاصيين في عدن يرقد على فراش المرض في زاوية منسية بمستشفى الجمهورية. والطبيب اختصاصي مناظير في عدن وعمل مع الصليب الأحمر في فترة الحرب كمتطوع في مستشفى الجمهورية حتى وضعت الحرب أوزارها. وبحسب مصادر عاملة في المستشفى، يعاني الطبيب من إهمال كبير ووضع صحي حرج رغم وجود أقسام خاصة وعلى أعلى المستويات ولم يتم إدخاله فيها. وأعرب عاملون في المستشفى عن ثقتهم أن يعيد مدير المستشفى النظر في بقاء زميل له واختصاصي كبير على هذا الوضع، وتجاوزت خدمته 47 عاما ويقوم بتحريك ملفه الصحي إلى وزير الصحة العامة لترحيله إلى الخارج وفاء لخدماته. في العام 2009 أدى قصف طيران القوات الأمريكية إلى مقتل عدد من الأبرياء في المعجلة بأبين، وقد حصلوا على تعويضات وعنونت صحيفة الأيام سقوط غارة أمريكية. سقطوا في غارة أمريكية، تسليم تعويضات مالية بمبلغ 110 ملايين ريال لأسر ضحايا المعجلة. وقال للأيام مدير مكتب المالية بمحافظة أبين خالد الحوثري، المكتب سلم شيكات تعويضات مالية لأسر شهداء المعجلة بمديرية المحفد، البالغ عددهم 20 شهيدا وامرأتين جريحتين، والذين كانوا قد قضوا بضربة جوية لطائرة أمريكية من دون طيار. وأوضح الحوثري أن المبلغ وزع بواقع 5 ملايين ريال لكل أسرة شهيد ومليون ريال لكل جريح، بإجمالي مبلغ 102 مليون ريال يمنية تسلمها المستحقون من البنك المركزي بعدن. وأشار مدير مالية أبين إلى أن اللجنة أنهت كافة الإجراءات المتعلقة بعملية صرف التعويضات لأسر ضحايا المعجلة بمديرية المحفد. من يصدق مدينة كريتر في قلب محافظة عدن بدون ملاعب ولا مرافق رياضية؟ كريتر التي كانت مثل المنجم الذهب الذي أخرج العديد من الرياضيين في مختلف الألعاب الرياضية، خاصة كرة القدم والسلة والطائرة وألعاب القوى وغيرها. هذا ما ورد في مقال منشور بصحيفة الأيام للمحرر الرياضي. هذه المدينة أصبحت وبشكل كبير تفتقد للملاعب والمتنفسات الخاصة بممارسة الرياضة، والتي تساهم في مساعدة شباب المدينة بإيجاد متنفس يفجر فيه طاقاتهم وتعوضهم عن التفكير في جلسات القات وغيرها من الأمور التي أفرزت لنا عددا من الظواهر التي قتلت شبابنا مؤخرا. أغلقوا ملعب حقات في المعاشيق لأسباب أمنية، كذلك أغلقوا مقر نادي التلال والذي كانت تمارس فيه الكثير والكثير من الألعاب لأسباب أمنية أيضا. والآن أغلقوا ملعب الهوكي بحجة الإصلاح بعد أن كان المتنفس الوحيد في ظل النقص الكبير في الملاعب في مدينة كريتر. هنا لابد من الجميع أن يتحمل المسؤولية، مكتب الشباب والرياضة ومدير عام مديرية صيرة وحتى نادي التلال. من الضروري من الجميع المساهمة
والعمل على تأهيل كل ملاعب مدينة كريتر العريقة وصاحبة التاريخ الرياضي المشرف، والحصول على ملاعب لائقة مثل بقية المناطق في المحافظة، لأن هذه الملاعب ستسهم بعودة نادي التلال إلى الواجهة بشكل خاص والرياضة بكل ألعابها بشكل عام. حتى اليوم لم تطرح أي جهة أي حلول منطقية لحل مشكلة الملاعب، وكل طرف يلوم الآخر لتقصيره، والحقيقة أن الكل يتحمل المسؤولية فيما وصل إليه الوضع الرياضي في مدينة كريتر. معروف أن نقص الملاعب يدفع بالشباب إلى الوقوع بين براثن الانحراف والتخلف، وإن كنتم لا تصدقون شاهدوا عن قرب كيف هي أحوال شبابنا هذه الأيام. قال مصدر في الحراك الجنوبي بمحافظة الضالع إن عددا من الأسرى الحوثيين تمكنوا من الهرب في ظروف غامضة، من بينهم القيادي جميل قناف. وذكر المصدر أونلاين أن الأسرى الحوثيين الذين كانوا في قبضة القوات التابعة للقيادي في الحراك خالد مسعد فروا فجر الأربعاء من موقع احتجازهم. أضاف المصدر: كانت جماعة الحوثيين قد عرضت أكثر من 50 مليون وعشرة عربات أطقم قبل عام مقابل الإفراج عن الأسرى، وهو ما رفضه القيادي في الحراك خالد مسعد، واشترط تسليم الأسير المرقشي، لكن الصفقة لم تتم حينها. نقرأ لكم عددا من العناوين البارزة والتي تصدرت الصفحة الأولى لصحيفة أخبار اليوم الصادرة في عدن: إلغاء مفاجئ لرحلة الرئيس هادي في مطار الملك خالد، ومصادر تتوقع عودته اليوم إلى عدن. وعنوان من المخا: مقتل وجرح عشرات من الميليشيا في عملية نوعية للجيش شمال المخا وإفشال تسلل في الضباب. ومن العاصمة المؤقتة: طائرة الأموال تصل إلى عدن، ورئيس الوزراء يؤكد بدء صرف المرتبات خلال أيام العيد. وفي تعز: إطلاق حملة مع الجيش الوطني ضد العصابات للمطالبة بفرض الأمن في المدينة. ومن مكة المكرمة: حجاج اليمن يشكون فشل الأوقاف وتأخر المواصلات لنقلهم إلى ميناء. ولقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. صحيفة العربي الجديد عنونت في الشأن اليمني: محاسبة قتلة اليمنيين، هل تتألف لجنة تحقيق دولية؟ وتابعت: تشهد أروقة المنظمات الإنسانية والأوساط الحقوقية حراكا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن قبيل انعقاد الدورة الجديدة 36 لمجلس حقوق الإنسان المقرر انعقادها في سبتمبر المقبل، في ظل تصاعد الدعوات إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة بالانتهاكات. وفي السياق، أفادت مصادر حقوقية يمنية قريبة من الحكومة الشرعية للعربي الجديد بأن هناك تحضيرات لتقديم تقارير حول انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن بالتزامن مع الدورة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان المقررة بين 11 سبتمبر وحتى 29 منه، ومن المتوقع أن تركز على الأزمة الإنسانية في اليمن والانتهاكات. وخلال الأيام الأخيرة كانت المطالبة التي رفعتها 62 منظمة دولية محلية ودولية معنية بحقوق الإنسان بما فيها منظمة Human Rights Watch أبرز مؤشر على تصاعد الضغوط بتسليط الأضواء على الانتهاكات والمأساة الإنسانية. وطالبت المنظمات بفتح تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات التي يرتكبها جميع أطراف النزاع. صحيفة الاتحاد نقلت عن رابطة أمهات المختطفين المعنية بالدفاع عن حقوق المعتقلين في سجون الانقلابيين في اليمن قولها: إن 512 حالة إخفاء قسري تعرض لها مدنيون أبرياء من قبل جماعة الحوثي وصالح منذ مطلع العام الحالي. وطالبت الرابطة بسرعة الكشف عن مصير المئات من المخفيين قسرا. وذكر البيان أن العشرات من المخفيين قسرا
تعرضوا خلال العامين الماضيين إلى التعذيب الشديد حتى الموت والتصفية الجسدية واستخدام بعضهم كدروع بشرية لقصف الطيران. وطلبت المحتجات جماعة الحوثي وصالح باحترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان الذي يجرم الإخفاء القسري بحق المواطنين الأبرياء، وحملنا الحوثيين مسؤولية سلامة جميع المخفيين قسرا والذين لا تعلم أسرهم عنهم شيئا. نبيل البكيري يكتب في العربي الجديد عن احتمالات خارطة الصراع القادم، ويقول البكيري في جزء من المقال: ثم ماذا بعد؟ أصبح المشهد الراهن أكثر وضوحا بتحول صالح إلى رهن الإقامة الجبرية، والتي كانت المصير الختامي لحاول أفاعي وراقصها، وأن بقاءه اليوم ليس أكثر من ضرورة حوثية تستخدمها للاستفادة من بقايا شبكته المصلحية تحت غطاء المؤتمر الشعبي العام، الذي يجب أن يدرك الجميع أنه انتهى سياسيا وعسكريا وتحول إلى أشبه بأسد في مسرح سيرك كبير تديره ميليشيات الحوثي. كارثة ما يجري اليوم أن المشهد السياسي اليمني الراهن يعاني فراغا كبيرا بفعل فشل كل الفاعلين فيه. فشل الانقلاب في تثبيت سلطة الأمر الواقع، وفشلت الشرعية، أضف إليها فشل التحالف في فهم واقع المشهد اليمني وتعقيداته. والأكثر كارثة أن قوى الثورة والجمهورية الجديدة المنتظرة، والتي يعد شباب ثورة فبراير أهم حواملها، على الرغم من كل حالة الشتات والتيه الذي يعتريهم، يظلون رهانا رابحا متى ما نظموا صفوفهم ومشروعهم وآليات عملهم بشكل يناسب حجم التحدي الراهن، وهو استعادة الدولة والجمهورية المختطفة. استمرار الرهان على أي تحرك داخلي ضد سلطة الانقلاب رهان خاسر بفعل غياب النموذج البديل أمام الناس، ذلك النموذج الذي ينتظر الناس تحقيقه من الشرعية المأسورة في أجندات غير أجندتها الوطنية، عدا عن تشتتها بين شركاء ذوي أجندات متقاطعة ومشاريع صغيرة. يستعدون لأداء الركن الأعظم، الحجاج يصعدون إلى عرفات، وكما قال موقع الهاف بوست، يبدأ ضيوف الرحمن تأدية ركن الحج الأعظم، وهو الوقوف بجبل عرفات بعد أن قضوا يوم التروية بمشعر منى. وكانت طلائع حجاج بيت الله الحرام قد بدأت في الصعود لجبل عرفات، فيما صعد أغلب الحجاج مع مطلع شروق شمس اليوم جبل عرفات ليشهدوا الوقفة الكبرى ويقضوا الركن الأعظم من أركان الحج. ومع غروب شمس يوم عرفة تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة، ويصلون بها المغرب والعشاء، ويقفون بها حتى فجر العاشر من ذي الحجة، لأن المبيت بمزدلفة واجب في الدين الإسلامي. ويعود الحجاج إلى منى صبيحة اليوم العاشر لرمي جمرة العقبة أقرب الجمرات إلى مكة، والنحر ثم الحلق والتقصير، وبعدها يتوجهون إلى مكة لأداء طواف الإفاضة. وكانت السلطات السعودية أعلنت أن أكثر من 2 مليون حاج وصلوا هذا العام وسط حالة استعداد قصوى لمختلف أجهزة الدولة المعنية لتأمين سلامتهم وتهيئة الظروف لأدائهم المناسك بيسر وسهولة. شجار بين طبيبين هنديين أثناء عملية جراحية، هذا ما نقلته شبكة البي بي سي. وقالت في التفاصيل: أوقفت إدارة مستشفى في الهند طبيبين عن العمل مؤقتا بعد انتشار صور فيديو عن شجار وقع بينهما أثناء عملية جراحية لامرأة حامل. تتابع الشبكة: أثارت صور الفيديو من مستشفى يوميد شمال راجستان سخطا واسعا في البلاد. مسؤول في المستشفى قال للبي بي سي: الأم وابنها بحالة جيدة. وسائل الإعلام المحلية أفادت أن المرأة أنجبت طفلة فارقت الحياة، لكن مراقب الأطباء في المستشفى وصف هذه التقارير بأنها غير دقيقة، وقال: توفي مولود فعلا، ولكنه ليس المولود الذي تحدثت عنه وسائل الإعلام، وإنما مولود آخر في عملية أخرى أنجبته أمه ميتا. وفي صور الفيديو التي انتشرت في وسائل الإعلام وعلى الإنترنت يظهر الطبيبان وهما يتبادلان الشتائم باللغة الهندية، ويتجادلان بشأن ما إذا كانت المرأة تناولت طعاما قبل إجراء العملية.
يبدو أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما حصل على نوع من تكريم غير معتاد وغير متوقع كما قالت صحيفة القدس العربي، حيث قرر باحثون من اليابان إطلاق اسم الرئيس الأمريكي السابق على نملة عثروا عليها في حديقة كاكاميغا الوطنية في كينيا والتي تقع بالقرب من القرية التي عاش فيها أسلاف أوباما. واتخذ باحثو معهد أوكيناوا للعلوم والتقنية جنوب اليابان هذا القرار تكريما لأوباما على مساهمته في الحفاظ على التنوع الأحيائي على مستوى العالم، كما سمى الباحثون نوعين آخرين نادرين من النمل باسم رجلين مشهورين، أحدهما المؤلف النيجيري والناشط البيئي كين سارو ويوا، والذي أعدم عقب حملته ضد التنقيب عن النفط عام 1995، والثاني هو عالم الأحياء إدوارد ويلسون. وأعد الباحثون صورا ثلاثية الأبعاد بتقنية المسح الضوئي لهذه الأنواع الثلاثة من النمل تخليدا لها وللشخصيات الثلاثة. أستاذ الفلسفة السياسية والجماليات في جامعات فرنسية جاك رانسير كتب مقالا أعادت صحيفة الحياة نشره عن الديمقراطية التي يتم الالتفاف عليها، وقال في جزء من المقال: إذا كان النظام التمثيلي البرلماني على وشك لفظ أنفاسه في كل مرة يتخلى فيها حزب يساري عن الوفاء بتعهدات الانتخابية لكان هذا النظام مات منذ قرن مديد. وتشخيص هذا الموت أو قربه ينهض على الخلط بين أمور ثلاثة مختلفة: التمثيل والانتخاب والديمقراطية. وهذا يجعل من النظام التمثيلي السراب الديمقراطي الذي يوهم الناس بأنهم يصبرون على وطأة سلطة يحسبون أنهم مصدرها. وأنا أرى أن التمثيل أو مبدأه وأصله ليس الديمقراطية، وهذه ليست اختيار من ينوب عمن يقترعون لهم، بل إن الديمقراطية هي سلطان من ليسوا أهلا للاطلاع بتصريف شؤون السلطة. والفكرة الشائعة تصور التمثيل على صورة حركة مصدرها تحت المجتمع أو أسفله، وفي القاع السفلي هذا يجتمع جسم مشترك واحد يختار ممثليه، ولكن شعبا سياسيا ليس شيئا أو كيانا ناجزا قبل توليه أفعاله ومبادرته إليها، بل هو ثمرة هذه الأفعال ونتيجتها. وليس الشعب هو من يمثل نفسه بواسطة ممثليه، فالتمثيل أي نظامه وعلاقته هو ما ينتج نمطا من الشعب، وهذا التمثيل هو اليوم حرفة تحترفها طبقة من السياسيين المحترفين يتناسل بعضها من بعض وتدعو إلى التصديق على تناسلها شكلا بعينه من الشعب هو الجسم الانتخابي نتاج نظام التمثيل وعلاقاته. وإن لم تنهض مستقلة عن النظام التمثيلي سلطات ديمقراطية قائمة بنفسها وقوية لتنشئ شعبا آخر متماسك الحركة ومتساويا غلب المنطق المرتبي وتناسل الممثلون الشرعيون أي طبقة محترف السلطة بعضهم من بعض من جديد. في جولتنا المصورة اليوم نتابع رحلة حجاج بيت الله الحرام والذين تجاوز عددهم لهذا العام المليوني حاج، نتابع الصور. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة، نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير في أمان الله.